السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم سلطة متنوعة ديال هذا الوقت ديال هذه السخانة، قدمتها مع لي بروشيت ولا موس وفخيز. نتمنى ان شاء الله الوصفات يعجبوكم. نخليكم دابا مع الطريقة والمراحل وفرجة ممتعة ان شاء الله. نبداو ان شاء الله مع الدسير باش نخليوه يبرد. عندنا لاموس او فريز، ما كنحتاجو فيها لا جيلاتين ولا بيض بيض ولا حتى شي حاجه. عندي 250 غرام الماسكاربون، 150 مليلتر كريمه سائله، من الاحسن تديو اللي فيها 40%. عندي جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي وكيبقى على حسب الحلاوه. هنايا عندي نص كيلو ديال الفريز، انا طحنتو عادي ما ضفتلو حتى شي حاجه، ضفتلو شويه ديال العصير الحامض باش ما كيتاكسدش. صافي بسم الله، كنشدو هذا الماسكاربون ديالنا كنديروه في العلبه في واحد الاناء. هكذا كنزلوه كامل، كندير هاد الكريمه حتى هي، كنخلط كلشي مره واحده، كنضيف السكر. صافي غادي نضرب الكل بالضرب الكهربائي ونرجع ان شاء الله. هي الكريمه مع سكاربون بعد ما طلعتها. هنايا الفخيز ديالي انا صفيته، صافي غادي نبقى نضيفو شويه بشويه وحنايا كنحركو من الاسفل الاعلى حتى غادي نسجمنا هاد الكريمه مع هاد الفخيز اللي طحناه. كنبقاو من الاسفل الاعلى غير بشويه وحنايا كنحركو. هاد الشكل صافي. من بعد غادي نضيف النص الاخر، كنقسمو على ثلاثة هكذا كما قلت لكم، وانايا كنحرك من الاسفل للاعلى بهذه الطريقه باش ما كننزلوش هذيك الكريمه اللي كنا طلعناها مع الماسكاربون. لحقاش كما شفتوا معايا ما فيه لا جيلاتين، ما فيهش الكاراكار، وما فيهش حتى النشا او المايزينا. هنايا كما كتشوفوا معايا انا بديت كنعمر في لي فيغين اللي غادي نديرو فيهم التقديم، ما كنعمروهمش حتى الفوق، كنخليو واحد شويه باش في التزيين كنديرو لهم الفريز. صافي كنبقاو نكملي بنفس الطريقه حتى كنكملو الكميه اللي عندنا، كندخلوهم للثلاجه يبردو مزيان. ضروري نبديو بهم اولا كديروهم بالليل والغد ليه كتاكلوهم. ترو البروشيت نتاع الدجاج، عندي هنايا صدر تاع الدجاج قطعته طريفات، كيبقى على حساب عدد الاشخاص. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الموتار، عندنا سكينجبير، البزار، الملحه، البزار، وعندنا راس الحانوت. نحتاجو شويه ديال الخرقوم، انا تقريبا معلقه كبيره ديال القزبر المعدنوس مقطعين، وكنحتاجو الزيت. بسم الله كنخلطو جميع المقادير. ندير الملحه، ندير البزار، ندير شويه راس الحانوت، كندير سكينجبير حتى هو احسن، الدجاج كيبغي سكينجبير، ندير الخرقوم باش كيعطينا اللون، الا تبغي تزيد شي اضافه زيدها، انا ما كنديرش الثوم، كاين اللي كيدير الثومه انا ما كنديرهاش. ندير شويه ديال الزيت تقريبا واحد جوج معالق كبار، والموطارد كنديرو واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد كتعطيه لذة زوينة لي بغوشات ديالنا. صافي أنا غادي نخلط الكل، نخلطهم مزيان مزيان حتى كي هاد الدجاج ديالنا كيتلبس بلا ماغيناد لي درنالو. كنغطيوه كندخلو للتلاجة، هو شحال ما خلينا في هاد لا ماغيناد شحال ما كيجي بنين، يعني تقدرو ديرو حتى بالليل وحتى الغد ليه عاد تستعملوه. موس بطون
كنحتاجو لي فيغين، كنديرو غير هاد الصغيورين ما كنديروش شي كبار. كنحتاجو شويه الملحه شويه البزار. هنايا عندي الخوخ معلب انايا قطعته طريفات. هنايا عندي علبه ديال الطونس تقطرتها مزيان من الزيت، الا كان عندكم ديال الماء كيكون احسن. وكنحتاجو الفرماج، اي فرماج عندكم. غادي ندير هنايا عندي علبه صغيره ديال الطون، غادي ندير لها تقريبا جوج معالق كبار ديال الفرماج كما قلت لكم اي فرماج يكون عندكم. هكذا نضيفوا شويه الملح البزار. الا كانت عندكم ايشالوت صغيره حتى هي يمكن لكم ديروها، ما نكثروش الملحه غير شويه ديال البزار كما قلت لكم. الا كانت عندكم ايشالوت صغيره حتى هي كديروها كتجي زوينه، انا ما كانتش عندي. صافي غادي نخلط هادشي كامل مزيان. حتى كيرجع لنا بحال شكل ديال لاموس. صافي وكنعمر دوك لي فيغين ديالي. كنديروا طبقه من هاد الفرماج بالطون، وكنديروا طبقه ديال الخوخ معلب كما قلت لكم انايا قطعته. وفي الاخير كنزينو اما بلا سيبولات اما بالقزبر مقطع. لاموس ديالي بعد ما وجدتها انا درتها في الشكاره ديال الكونجيلاتور اللي كنديروا فيها اللحم وكنديروا فيها الخضر. صافي درت ليها واحد التقيبه هنايا في الوسط، كنبدي نعمر نزيد نكبرها من لاموس من بعد نقادها مزيان، حيت هاد الكويسات ما خاصناش نكثروا فيهم بزاف. انا من بعد نكمل مشتو هنا. انا درت طبقه من الاخر، غادي ندير طبقه من الخوخ معلب. صافي كنبقى نكمل هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي وندخلها الثلاجه تبرد. كنكونوا غادي نوجدوا الطبق ديال التقديم ديالنا. نحضروا دابا السلطه كما كتشوفوا معايا عندي تشكيله من السلطات. هنايا عندي قلب النخيل مع القوق او القرنيه مسلوقين، عندي هنايا الرز مع المايس مع الاعشاب، هنايا لي بات مع شويه ديال الزبيب والفرماج احمر مقطع مربعات، عندنا الباربا او البيتراف مسلوقه ومقطعه طريفات، هنايا عندي بروكولي انايا فورته، وهنايا البطاطا وخزو مسلوقين، هذا سيريمي، هنايا عندي الاناناسة انا قسمتها على زوج خويت لها القلب ديالها. كنزولوا هذيك الطبقه اللي كتكون قاصحه في الوسط، من بعد كنقطعوه طريفات كما كتشوفوا معايا، كنديروهم على شكل مربعات، وكنعمروا هذاك عفوا نعمروا الاناناسه ديالنا. كنديروا طبقه ديال الاناناس طبقه ديال السيريمي، كنبقاو مكملين هكا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال الاناناس وديال السيريمي. نوجدوا دابا الصلصه ديال لي بات والبطاطا، كندير شويه ديال الزيت. هادو كما قلت لكم عندي قلب النخيل راه كيتباع موجود، والقوق او القرنيع كنسلقوه، كنديروا الزيت الملحه شويه ديال الخل، وكنديروا المايونيز. ما كنكثروش بزاف الصلصه، كنديروا غير شويه حقاش في الاخر غادي نعدلوا واحد الصلصه وغادي نرافقوها مع السلطه ديالنا. هذا الرز ديالي حتى هو درت له شويه ديال المايونيز، خديت واحد الطبسي فرشته بورق ديال السلطه، وخديت واحد الاطار فارغ في الوسط ودرت كاس في الوسط. صافي وبقيت كنعمر هذاك الرز ديالي
وكنضغط عليه بالمعلقة باش كياخد هذاك الشكل. البيتراف او الباربا انا خديت هاد لاصوص، راه متواجدة في الاسواق. كتضيفي لها 3 معالق كبار ديال الماء، 3 معالق كبار تاع الزيت، صافي كتكون واجدة. كتنسمي بها الباربا ديالك، كديرها حتى في السلطة خس، كتجي رائعة هاد الصلصة. هذا هو الشكل النهائي ديال لي سلطات ديالنا. هنايا كما كتشوفوا معايا الاناناس ضفت لها الموتزاريلا، الصلصه درت فيها 6 معالق كبار ديال الماء، 3 معالق كبار ديال المايونيز، ملحه، البزار، شويه ديال الخل. صافي خلطت الكل ودرتها هنايا في زليفات صغيورين. هادو لاموس ديال الطون اللي كنا حضرنا، وهنا لي بروشيت ديالي انا شويتهم. الروز درت له طبقه من صفار البيض مسلوق وزينته بهذاك البياض. وهذه لاموس ديالنا ديال الفخيز، انا زينتها بطريفات ديال الفخيز مقطعين. نتمنى ان شاء الله الاطباق اللي وجدت معكم اليوم يعجبوكم. كما شفتوا معايا بساطين ومتوفرين في اي بيت، بلاص ما كنقدموا الطبق عادي انا درتو بهذا التقديم. دائما كنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا اللايك الى عجبكم الفيديو، وشكرا على الدعم والتواصل، والى اللقاء.